الكذبة الصفراء التي ساقتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والتي حاولت من خلالها النيل من شرف الشعب العراقي الذي يقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، ما كان لها أن تمر مرور الكرام أمام أنظار العراقيين الذين ثارت غيرتهم وحميتهم لهابة الطول السعودي الذي لا يعكس سوى المأزق الذي يمر به آل سعود هذه الأيام. فكانت للعراقيين وقفة في بريطانيا أمام مقر الصحيفة. ما حدث من إساءة من قبل صحيفة الشرق الأوسط في الحقيقة يتعبر عن حالة من الإخفاق التي أصيبت بها السياسة التي تتبنى الشرق الأوسط وتتبنى صحيفة الشرق الأوسط والجهات التي تتبنى صحيفة الشرق الأوسط، إخفاقها الكبير جدا والمدوي جدا في مختلف الميادين. آل سعود فشلت سياساتهم في المنطقة فشلا ذريعا، وإن مثل هذا التطاول على العراقيين يأتي مع قرب نهاية مشروعهم الإرهابي في العراق. من شفت الخبر الصدق يعني استفزيت، لأنه قلت هذولة مادوا أكثر من اللازم. بعدين أنه توصل بهم الجرأة أنه جريدة الشرق الأوسط اللي هي مقرها وأصدارها في بلد مثل بريطانيا تكتب بهالضحالة وبهالأسلوب، ورغم أنه كل تقاريرها هي ضد البحرين واليمن وليبيا وسوريا والعراق، عندها تاريخ يعني حافل بالإساءات وبالتعدي والزرع الفتنة والحقد الطائفي. الإساءة التي تعرضت لها العراقيات تندرج في إطار سياسات آل سعود في تأجيج الانقسامات في المنطقة. لذلك نحن نطالب الصحيفة بالاعتذار للشعب العراقي وإقالة كادرها، سواء كان المقر الرئيسي في بريطانيا أو في العراق، وغلق مكاتب الصحيفة في العراق، واعتذارهم للمسلمين بانتهاكهم لأعراضهم، واعتذارهم لمنظمة الصحة الدولية وعدم تكرار هذا الفعل. الصحيفة وحماتها السعوديون مطالبون بدفع ثمن هذا التجاوز على ملايين العراقيين الذين بيّنوا مطالبهم المشروعة بكل وضوح. كانت وقفة عراقية بامتياز، بعيد عن أي لون أو أي طائفة أو أي قومية. العراقيين انتخوا الخواتهم والعراضهم أمام هذه الهجمة الشرسة والتطاول الكبير والجريمة، جريمة حقيقية، جريمة أخلاقية أكثر مما هي خطأ صحفي. الحماقة التي ارتكبتها صحيفة الشرق الأوسط السعودية أثارت غضبا عارما في العراق وفي العديد من دول المنطقة التي ضاقت ذرعا بسياسات السعودية التدميرية التي ستنقلب وبالا على آل سعود. ساهر عرابي للبحرين اليوم من أمام مقر صحيفة الشرق الأوسط السعودية في العاصمة البريطانية لندن.